أهلا أحبائنا مشاهدينا، معنا على الهواء الأخت بولين. أهلا وسهلا أخت بولين عياد، أنت معنا على الهواء، أهلا وسهلا فيك أخت بولين. أهلا وسهلا فيك، ربنا يباركك أخت بولين. بس عشان تسلم. أعرف عن بولين، بولين هي من غزة، زوجة طيب الذكر اللي هو زوجها اللي استشهد في غزة، رامي عياد، على يد المتطرفين في غزة. ولكن بولين عندها خدمة رائعة، هي خدمة الأرامل. اضطرت انه تترك غزة لأسباب أمنية، وحاليا هي موجودة في بيت لحم وهي بتخدم مع الأرامل. ربنا يباركك أخت بولين وربنا يستخدمك. ولكن إيه اللي على قلبك توجهي اليوم ولا سيما للأرامل في عيد الأم؟ يعني اليوم أول إشي بحب أهني كل الأميات بعيد الأم وأقولهم كل سنة وأنتم سالمين، وحابة بس أخص بالذكر اللي هم الأميات الأرامل، اللي أكتر إشي اللي أقول لهم اللي هي بتعزينا اللي هي كلمة الله، اللي وقديش في الكتاب المقدس الرب قدرنا، أنا كأرملة الرب قدرني فيها، لأنه 64 مرة ذكرت كلمة أرملة في الكتاب المقدس، 51 مرة في العهد الجديد آية، و13 مرة في العهد الجديد، و51 مرة في العهد القديم. فهذا بيدل على قد ايه الرب مقدرنا وبعزنا احنا كأرامل، عشان هيك الرب بدعونا انه احنا نفرح فيه. في أشعياء 54 4-5 قالنا لا تخافي لأنك لا تخزين، ولا تخجلي لأنك لا تستحين، فإنك تنسين خزي سباقي وعار ترملك لا تذكرينه بعد، لأن بعلك هو صانعك رب الجنود. وهنا بيوعدنا الرب يسوع إنه بعلنا هو صانعنا اللي هو الرب. فهذا الإشي بيخلينا نثق إنه السند والمعزي الوحيد لإلنا هو الرب يسوع، وإنه هو اللي رح يمسح كل دمعة من عينينا، واللي هو اللي رح يسمع تنهدات قلبنا وجراحات نفسنا، وهو البلسم كمان لجروحنا، لأنه هو كمان وعد إنه أنا أبو اليتامى وقاضي الأرامل. وإذا حبيت إنه إحنا نتشجع كأميات في الكتاب المقدس، بتذكر إنه في كتير أمثلة عن الأرامل، لكن في أرملة وأم في الكتاب المقدس أنا بحب أشارك فيها. الأم الأرملة اللي هي أرملة وعاء الزيت، اللي كيف هي وثقت بالرب وثقت بالله إنه هو رح يسد احتياجها، إنه زوجها مات وترك لها دين، وإجت ديانين عشان ياخذوا أولادها، لكن هي ما سمحت للديانين إنهم ياخذوا أولادها، فكانت تلح بدها تلاقي وسيلة إنها تتخلص من هذا الإشي. فهي ما لقت إلا تروح عند النبي إليشع وتطلب منه المساعدة، وبالفعل هي أطاعت كلمة الرب في هذا الإشي، لأنه أطاعت كلمة الرب، وإنه هي كانت واثقة إنه الكلمة اللي بتقول إنه هو قاضي الأرامل وأبو الأيتام، وهو لا يتركنا ولا يهملنا. فكل سيدة يعني بحكي إنه نتشبه في هاي الإمرأة اللي هي إمرأة وعاء الزيت، إنه إحنا مهما صبطنا من صعوبات في هذه الحياة، من تعب مع أولادنا، إن إحنا لحالنا بدون أزواجنا، لكن الرب هنا وعدنا إن هو مش رح يتركنا بالمرة، وإنه هو رح يسد كل احتياجنا، وما نسمح لأي شخص زي ما هي ما سمحت للديانين إنهم يأخذوا أولادها. أنا ما أسمح لأي شخص إنه يتعدى على أولادي، بثقة من الرب يسوع المسيح إنه معنا مش رح يتركنا ولا يهملنا.